أبو عبد الرحمن مرة دخلت حلاق في العوالي في مكة، وعلى كلام أبو عبد الرحمن أن الحلاق يكون ماهر ويكون لسان. المخدت سولف أنا وياه وهو أظنه من المغرب، وشوي تعرف فلان وفلان، أتكلم عن بعض العلماء اللي قال أنا الشهيرين بالأدب، قال أنا أحب الأدب وأحفظ من الشعر. المهم يعطيني أبيات الحطية الحلاق هذا، واعطيها بيات العروه بن اذينه، حلو، ان التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هولها، ويصقعني ببيات الجرير سلام، واقوم اصقع. صار في ايش؟ حوار ونقاش. الان حوار، والان يعني ما شاء الله تبارك الله متعلم. قال لي وسمعت ابيات زهير: ولد الهدى فالكائنات ضياء، يا سلام، وفم الزمان تبسم وثناء. قلت هذه لأحمد شوقي. قال لا، لزهير. قلت يا رجل لأحمد شوقي. قال لزهير، مدري، قال كعب زهير. قلت أبدا لأحمد شوقي. قال تحداني من 5000. وفي واحد سعودي يحلق يطالع يسمع النقاش اللي جاء بيني وبينه. طبعا قلت من 5000، ومعرف ان الرهن ما يجوز، بس كذا من باب قلت 5000 5000. هو يوقف الحلاقه، السعودي اللي حلق جنبنا قال رحت فيها مطوع. الشاهد ويفك. قلت هيا ادخل، ودخل احمد شوقي يدور على الثاني. والله صحيح احمد شوقي. قال السعودي هيا حلق له مجانا ما دام زي كذا. اي والله. لكن تذكرت يوم قضية أن بالفعل بعض الحلاقين ماهر ولسانه حلو، صح، وتعامله طيب، في وحتى مراود في الأسعار، ترى في كلش يعني كلش. نعم. طبعا خصصنا هالوظيفتين لكن هي رسالة لعيالنا وبناتنا، خصوصا في هالوقت وفي هالسعودة، احرصوا يعني أنكم تحسنون اللباقة في الحديث، الناس اللي في نقاط البيع، الناس اللي يدخلون في العلاقات العامة أو في الفنادق أو غيره، احرص. ترى الناس أحيانا اللي يصير زعلان واللي ضاق صدره واللي له ظروف معينة، استقبل وبش واستانس وقل. دائما قاعدة يقولون الزبون على حق، حتى لو أخطأ عليك خذها بالكلمة الطيبة، هذا شغلك، لأنه ممكن يكتب الآن في جوجل ولا يكتب منه ويجيب اسمك. الناس الحين ما بتستحي ان المحل الفلاني فيه فلان، ويجيب اوصافك انه السيء وانه، فتضر نفسك ليش؟ الله يوفقنا وياكم. خلنا نسمع شيء بعيد مره عن شعر الحلال.